بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. اليوم هنتكلم عن كريم من أشهر الكريمات اللي بتتباع يعني بشكل خيالي في الصيدليات وأماكن كتيرة جدا. الكريم ده معروف عنه إن هو مهدئ وبيعتني جدا بالبشرة وبيلطف البشرة من الاحمرار والحساسية والتهابات الجلد. كمان بيستخدم في حالات حروق الشمس لاحتوائه على مجموعة كبيرة وفريدة ومتنوعة من المواد الطبيعية. آمن وسريع ونتائجه سريعة جدا. هو كريم كير باي كير بلس. فتعالوا نتعرف اكتر على تركيبته مميزاته سعره دواعي استعماله نشتريه ولا لا وامتى نشتريه وامتى نمتنع عن شرائه. فتابعوني للنهاية. حلقة قوية جدا. لسه مشتركش في القناة فانا يعني يسعدني وتاج على راسي ان انتوا تشتركوا بالضغط على الزر احمر زر اشتراك تفعيل علامة التنبيهات على الكل. وفضلا حبيباتي وليس امرا لايك للفيديو. اول حاجة كريم كير باي كير هو من الكريمات اللي بتلطف الجلد جدا جدا. بتحافظ دايما ان البشرة تكون مترطبة او متغذية خصوصا اصحاب البشرة الجافة والجافة جدا واللي بتكون متشققة. بيتميز ان هو مش بيسيب اي ملمس دهني وبيكون سريع الامتصاص. بيرطب الجلد وبيدي للبشرة النعومة والنضارة بمجرد استخدامه. بيستعمل كملطف للجلد خصوصا في حالات الحساسية والتهابات الجلد واحمراره. بيعالج كمان الحروق واحمرار الناتج عن التعرض لإشعة الشمس. بيحتوي على كتير من المواد الطبيعية اللي بتفيد البشرة مناسب لجميع أنواع البشرة بما فيهم أصحاب البشرة الحساسة. خالي من المواد الضارة وغني بالمواد المرطبة القوية اللي بتحافظ على بشرتك نضرة ومترطبة طول اليوم. باحتوائه على مواد طبيعية وزيوت مفيدة جدا 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 للبشرة. أشهرها زيت الزيتون وخلاصة الصبار وزيت جنين القمح. وغير كده كمان موجود فيه أشهر وأهم الزيوت المغذية والمرطبة للبشرة هو زيت إكليل الجبل وعباد الشمس. ودي من الزيوت اللي بتفيد جدا جدا أصحاب البشرة الجافة والمتشققة. كمان الناس اللي بتعاني من الحروق نتيجة التعرض لإشعة الشمس فبفضل احتواء المنتج على زيت السمسم فهو من الزيوت اللي بتحميكي من الحروق الشمسية وبتعتبر من المواد الملطفة. الجليسرين والبنسينول بيبقوا موجودين في أشهر الكريمات وأغلى الكريمات موجودين في كريم كير باي كير. فعشان كده بصراحة هما ما خلوش حاجة غير ان هي تبقى موجودة. فعشان كده هو من الكريمات التحفة وهتفيدك بشكل هايل في علاج جميع مشاكل البشرة. بيتم وضع طبقة رقيقة من كريم كير باي كير بلس على المكان المصاب وبيتم تدليكه بشكل كويس جدا. بنكرره ممكن مرة او مرتين او على حسب الحاجة. مهم قوي ان احنا نقرأ التعليمات الموجودة في الروشتة عشان نلتزم بطريقة استخدامه الصحيحة. وبس كده جي دورك دلوقتي ان انت بقى تشير الفيديو تعملي مشاركة وتشوف الفيديوهات الموجودة على الشاشة هتفيدك جدا. اكتبولي اقتراحاتكم وارائكم لفيديوهات جديدة. ما تنسوش اللايك والشير.